لاعبك الخطره بيعطل الجول بدري. عطى 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 براسه فتحي جول. عطى فتحي كره حلوه. كرة مع فيصل الدخيل ماخذها كاسر في الملعب تصل الى حمد ابو حمد. حمد ابو حمد لعبها لاحد سعد الحوطي. سعد الحوطي وهو الجول يطلع يلعب مع سعد الحوطي. جول 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 سعد محمد لعبها حلوه الى جول 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 غير رايه ويعدي فتحي من واحد يعدي من الثاني فتحي كميل انما يطلعها من المدافع توصل بس مره ثانيه يعدي فتحي جوله فتحي عاد جول محبوب الى فتحي كميل. فتحي كملها وخلاص بطل كملها وطلع برا. كره مع فتحي حاول يعدي فتحي. فتحي بيعرف اكثر من كره مع فتحي. فاصل الدخل قطع له يعدي فتحي يعدي فتحي طب الجول. حلوه يبكي فيها بيطلع جاسم عبد الله جاسم طلع نفسه صح ما في شيء. محمد 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 يا جاسم محمد 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 طلع على سالم محمد طلع على بك جميل طلع على جول 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 فتحي يلعبها لمحبوب على ريلا ياخذها فتحي خلص في الدفاع. فتحي جميل انما اللعب جول الله وريهم 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 الكره وريهم وريهم الكره وريهم الله الله ما شاء الله يا فتحي الله كبيره منقوله من تلفزيون الكويت شافوها بالكيف كبيره شبيب شيء بلعبها حلوه العنبري لعب الكره ما ابي حصلها العنبري بلعب عرض ملعب وصل شوي على المدافع فتحي جول الله هذه بروسيا دورتموند واحد منتخب الكويت الوطني بلعبها حمود فلات كره ملعوبه وبنط وتوصل لها فتحي شوت جول الله حوطي كويت جاسم فتحي كرة مع بدر جميل بحاول يطلع بدر جميل جول جول الله بدر جميل حط الكرة جميل حلوة كرة ماشية بدر جميل وبيحطها كرة حلوة حطها فتحي حط الجول حط الجول يعني كرة ثلاثة في بعض حطها بيمينه فعلا فتحي وحطها بيمينه ومدخل الجول قامت 5-3 فتحي قوية على فتحي حط المرمى اللي ما قدر يعمل فيها شيء وحط فتحي جميل الفارس الأسمر الفرقة بيمينة قوية بيريح جول بيطول جول بدر جميل بدر جميل بدر جميل جول جول جميل بدر جميل بدر جميل جول 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 حطها فتح جول جول حطها فتح جول جول كرة حلوة 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 يا ربي حلوة كرة حلوة منقولة 3-4 يا فتحي يا الفارس يا الأسود يا الفارس الأسمر الفارس الأسمر فتح جميل دخل قدام وبيحطها داخل الجول كل صاحب مع مؤيد مؤيد والصاحب و ترجع الكرة لمين لمؤيد مرة ثانية ترجع على الأيمن بحاول يرفع الكرة ورفع الكرة ورفعها حلوة فعلا ومكملها بالجول ومكملها بالجول الجول ترجع إلى حماد داز صلاح حلوة صلاح حلوة فتح كميل فتح كميل يا سلام منتخب النرويج طبعا يخفى عليه
فتحي فتحي شايف اطرح يسجل اول اهداف التضامن في الدقيقه الى سويد سويد يلعبها لفتحي كميل فتحي جول جول يا بلدي اخذ الكوتشي واخذ الدفاع وحطها ويحطها بالجول ويحطها بالجول طوف الكوتشي طوف الدفاع طوف هذا الكوتشي ابعد يا فتحي والله ابعد يا فتحي يا فتحي فتحي كميل فتحي كميل على كيفه
لعبها لفتحي مرة ثانية فتحي بيحاول يمر فتحي كميل ورا معه بمر أربع لاعبين بالجملة بحركة واحدة إلى نعيم سعد مرة ثانية سوى نازل نعيم الله نعيم سعد مكروس عظيم الجول ونزل حط الجول بمرمى مع بلعبها عند 11 لواء أرسل كرة مع بلعبها الله حلوة يحس من الرقابة على ثلاثي خط الهجوم اللي هو فتحي وجاسم وفيصل الدخيل كرة مع فتحي كميل كرة مع فتحي كميل يحاول يمر فتحي كميل كرة مع فتحي كميل يعدي فتحي كميل بيلعبها تقوم فتحي كميل سعد الحوطي يلعبها جهة اليمين يخلصها بالجول جول ترجع مرة ثانية جول من كرة مرة لاعب الصف 6 لجاسم الكرة مع بيحاول يمر ياخذها منها وليد جاسم كرة مع وليد ليدي بيلعبها لفتحي كميل فتحي واحد بتعدي منها واحد تعدي منها فتحي كميل واحد بتعدي يا فتحي بتعدي يا فتحي الثاني بتعدي يا فتحي الثالث
لمسها بشعر راسه بس، شعر راسه بس، مش براسه، شعر راسه، شعر راسه تدخل مرمى الجول. مرزوق بينقل ناحيه فتحي كميل، كره مع فتحي، فتحي بيعمل الحركه الكويتيه مش انجليزيه، كره معه بيلعبها نعيم سعد، يلعبها لي فتحي كميل، فتحي، فتحي بيعمل الحركه الحقيقيه، محبوب، محبوب يلعبها الى فتحي كميل، فتحي كره معه، اشترك مع المدافع ويحاول اخذها فتحي، حصلها فتحي بيلعبها جول. الله مره ايضا بيضحك على المدافع، بيمر فتحي كره معه تضيع متى تمر تحت الجول. صارت انقطع تلعب بس على الدخيل الى عمل متى كميل، متى كميل، متى كميل داخل الزمن تحت شوطه قويه، جول يسجل الهدف.